اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. والنهارده حلقه مميزه جدا، كل عام وحضراتكم بخير. اكله ام النهارده مع عيد الاضحى المبارك اكيد بتكون لحمه، بتكون فتت لحمه راس، فتت حته لحمه حلوه جايه لنا هديه، معانا الكبده، معانا الكلاوي، معانا كمان اللسان البقري. يعني النهارده في حلويات، وهنا في ايه اللي هوبا، في لحمه راس النهارده بتغلي في النار اهيت. انا عايز اعمل النهارده طبق فته جامد جدا من لحمه الراس، ومعانا كبده ضاني هعملها النهارده بالصلصه، حاجه لطيفه كده جميله، ناكلها مع عيش، ناكلها مع رز. صباحيه العيد لما بندبح، انا كان والدي الله يرحمه ياكل الكبده نيه، يعصر عليها عصره ليمون كده وشويه خل وبالف هنا وشفا. وهنعمل النهارده كمان سموز البطيخ، لان البطيخ كمان بيساعد على الهضم، وفي حاجه لطيفه في جو الحر ده. وانا عايز العيد النهارده اللي هي الفرحه مش باللحمه، الفرحه لجبران الخاطر، ان احنا نعيد على بعض، بنعيد على حضراتكم كل سنه وانتم طيبين، اخواننا في الدول العربيه واللي عايشين بره في الغرب واللي في مصر ام الدنيا وعلى ارض الوطن، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. والنهارده طبعا في زحمه لحمه زي ما بيقولوا من الاخر، يعني ما فيش بيت الا ما ياكل لحمه وفتت راس وكلاوي وعكاوي والجو ده كله. انا مش عايز اخش في التفاصيل، خلينا نطلع فاصل صغير لان داخلين النهارده بايه، فته بقى واللحمه والجو ده، وهنرجع لحضراتكم بلحمه راس فته وكبده بالصلصه، وهنعمل لسان عصفور جامد جدا هنعمله النهارده مع لسان عادي اللي هو لسان المكرونه. يعني الطبق اسمه ايه، لسان اللحم البقري مع لسان العصفور، الاثنين مع بعض ازاي، النار اللي هتقول. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا لحمة الراس. الله، ايه الجمال، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. طبعا انا حبيت اسلق لحمة الراس بس عشان نتكلم في التفاصيل دي كده قبل كل حاجة، ولكن حريص ان انا عايز الشوربة الدسمة دي. على فكرة لحمة الراس دسمة جدا، حاطط معاها كرفس وبصل وتوم وحبهان وورق لورا، خلطة من التوابل كده اللي هي ما تغيرش لون الشوربة. تاني لما تيجي تسلق لحمة الراس لازم تحط حبهان وقرنفل وقرفه وورق لورا وفلفل اسود مجروش مش ناعم عشان ما يسودلكيش الشوربه. كلنا بنحب لحمه الراس، دي حلويات يعني مش هنقول كل يوم، يعني هي مره في المناسبات في عيد الاضحى زي النهارده مثلا، كل سنه وانتم طيبين، معانا الكبده. فانا عايز لحمه الراس دي الشوربه بتاعتها استفيد بقى في حاجات كتير قوي، فانا هنا مهتم بيها جدا. هبدا باول حاجه دلوقتي حبايبي، كل سنه وانتم طيبين في الكنترول. هنبدا باول حاجه لسان البقري مع لسان العصفور. اوبا، لسان بقري مع لسان العصفور، ازاي المقادير؟ معانا لسان العصفور متحمر، ومعانا لسان بقري سويناه في بوكيه جرنيه ومعانا مستوي زي الفل اهوت، حلو الكلام. ومعانا بصل وتوم وكعبين من الزبده، معانا شويه فلفل حار، معانا روزماري، هندلع الايه اللسان البقري مع لسان العصفور. والطاسة على النار والمقادير على الشاشه. اللسان بيتكلم اهو ده، هو ده اهو، لسان بقري ومعانا كمان لسان العصفور ومعانا بصل وتوم وزبده، وتعالوا نشوف هنعرف الاثنين على بعض ازاي، مع ان مفيش فرق خالص، يعني لسان بقري مع لسان عصفور هيتكلموا ويفهموا بعض ازاي، الكلام ده هنشوفه مع بعض. اول حاجه هحط معلقتين من زيت الزيتون، حلو قوي. ونحط على الزيت زيتون ده نحط مكعبين من الزبده، حلو. هعمل تركايه كده هتعجب حضراتكم، يعني واحنا في العيد بقى كل سنه طيبين وبنعمل شويه ايه اختراعات كده، حلو قوي. ومعانا عود روزماري، شفت الجو ده كده، هو ده جو النهارده لطيف وجميل. هعمل ايه بقى، ده روزماري ادى فليفر حلو مع الزبده. طبعا 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 هناخد لسان العصفور كده، قصدي لسان البقري كده، التحميره دي حلوه اهي، شفت انا بعمل ايه اهو، هو طبعا مستوي بعد ما استوى خدناه كده اهو بالشكل ده كده. انا عايز شويه تيست كده علشان ينزل عليهم لسان العصفور. التحميره دي حلوه، التحميره دي حلوه اهو، اللهم صل على النبي اهو. ولسان العصفور بيبقى فيه حته من الاخر اللي هي لغاليغه، ربنا يديك الصحه يا استاذ عادل امام، لغاليغه اهيت معانا كده اهي اهي اهي. كل حاجه في الخروف بنستخدمها، حلويات الخروف، البمبار، السجق، الكبده، الكلاوي، الطرب بتاعنا الحلو اللي بنستخدمه، الحاجات الحلوه دي مهمه جدا.
انا بحمر لسان العصفور لسان سوري لسان البهاري بالشكل ده كده، ولسان العصفور متحمر وجاهز مسكين بيقول ايه اللي بيحصل لي ده، ايه اللي بيحصل لي ده. نشيل دي من هنا، نشيل دي من هنا. اه هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحمر بعد التحميره الحلوه دي كده، بننزل بلسان العصفور. الله هو ده، شفت التحميره دي؟ انا عايزها اتغير لونه وتغير شكله. طعم الزبده مع الروزماري، رشه فلفل حلوه دلوقتي اهو. وانت لازم على فكره ده ممكن يكون فطار الصبح حلو، على ما تجهزي بقى الحاجات التانيه التقيله بقى على الغدا. يعني انا كان زمان الاسره الكريمه طبعا رحمه الله على الوالده ورحمه الله على الوالد، واللي طبعا ربنا يطولنا في عمرهم اللي موجودين، نذبح نجيب الكبده نعملها على ما نجهزوا الغدا. اه كوبايه شاي حلوه كده والجزار بيذبح بقى، كان والدي بيذبح والحاجات الحلوه دي. يعني هي الفكره من الدبيح، مش ان هو يقول لك مثلا طب احنا ممكن نوزع بدل الدبيح دي فلوس، لا، بس هي جبران خاطر بجد. يعني ان انا اصبع الصبح بحته اللحمه الحلوه على الجيران والحبايب والقرايب دي مهمه جدا، واهم حاجه صله الرحم وجبران الخاطر. هناخد لسان العصفور بعد التحميره الحلوه دي يا عم الشيف. الله كده اهو، شيله في الطبق كده لان لنا شغل تاني لسه فيه، ما نستعجلش لسه، ده ما خلص صدوره. هنقدمه دلوقتي بطريقه تناسبه وطريقه تليق بيه. ده لسان بقري حلو، يعني مش هنقول احنا ده احنا ضاني وبقري، لا ده احنا جايبين اللسان البقري ده والضاني كان عندنا اهو، اللي هي الكبده. هسيب انا الغليغ بتاعه اللسان مع الخضره الحلوه دي كده شويه، دول كده سيبهم تمام. وعندنا لسان العصفور يا عم الشيف، بننزل عليهم ببصله ناعمه كده. الله الله اهو، وانزل بشويه شوربه حلوه من الشوربه بتاعت لحمه الرص. الله هو ده، طريقه جديده لعمل لسان العصفور مع اللسان البارد. لحمه الرص هنا مدياني شويه شوربه لها شخصيتها، دسمه فيها التوابل فيها البهارات فيها الدهون. اه هنقول بقى النهارده مفيش هيلسي ولا في دايت، لازم نشارك العيله والاسره كده في الاكل الحلو ده كده. ده كده جاهز، ناخد لسان العصفور الحلو ده كده اهو، يا ويلي هيستوي هنا بقى في قلب الايه الشوربه دي. اه وهنقدمه في نفس الحله دي على فكره، لسان العصفور هيتقدم في نفس الحله. ليه بقى؟ بعد لسان العصفور ده ما يقرب يستوي وعلى وشك ان هو يستوي، حاجه كده زي الايه البايلا من المطبخ الاسباني، اه بيبقى فيها رز وفيها سمك وفيها فراخ، لا دي فيها لسان بس. آه بعد لسان العصفور ده ما يستوي يا عم الشيف، هنرص عليه لسان البقري بشكل شيك حلو كده ونقدمه بنفس الطبقه. ناخد الشوية دول حلو تمام، اللهم صل على النبي. نمسك بقى نقلبه كده تقليبه حلوه. يعني عايز تجيب اللسان العصفور وهو بيتعرف على اللسان البقري، يعني مفيش نسبة وتناسب خالص، بس حاجة شيك قوي. تلاحظ ان لسان العصفور شرب من الشوربة بتاعت لحمة الراس، وانا حمرت طبعا اللسان البقري في قلب الطاسة ونزلت بهم كده، فهتاكل شوية لسان عصفور عايز اقول لك يعني حاجة جميلة جدا. اهو اهو ايه الحلاوة دي يا عم الشيف. نسيبه على النار كده زي الفل، رشة فلفل اسود مجروش. فلفل اسود فين يا شباب؟ جيبوا لي فلفل اسود. اه حلو كده تمام، اللهم صل على النبي. وانا شغال كده زي الفل اعمل ايه بقى الرصه الحلوه دي كده. اه وهيخش الفرن يا عم الشيف. اه الف انا وشيف ليه اللي ياكل. اه لسان عصفور متحمر جاهز، تحميره كلها واحده. اه ده يتدرس، ما دي طريقه جديده اهو، اللغاليغ في قلب لسان العصفور وقطع لسان البقري على الوش كده بالشكل والشياكه دي كده اهو، اللهم صل على النبي. وهندخله الفرن بقى يتسبك كده تسبيكه حلوه ونطلعه، اللهم صل على النبي زي الفل. خلاص ناخد شويه شوربه حلوين هنا كده. تعالي يا حلوه الراس
بتاعت الخروف. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. السؤال للجمهور دلوقتي والكنترول، الصينية الحلوة دي اللي فيها اللغاليغو واللسان بقري مع لسان عصفور تتحط فين؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن؟ بالشياكة والجمال ده كده. حد يقول لي بالله عليكم، علشان أنا مش هحطها في الفرن غير لما تقولوا لي، كبرت في راسي. ده فين يا فندم؟ الله، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ شفت بعمل إيه؟ بعمل إيه؟ بدلعها بدلعها. روزماري ده بيخليه طعم حلو للأكل. لسان البقري بيبقى طعمه حلو، بيخرج من جو بقى اللي هو الدهون والجو اللي احنا عارفينه. ايه اخبار الفرن؟ اللهم صل على النبي، زي الفل تمام. درجه حراره الفرن عاليه. هاخد الصينيه الحلوه دي كده زي ما هي، اهي اهي اهي، سمي بسم الله، اهي في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. بصي لي عليها بصه كده، بصي لي عليها بصه. لسان بقري مع لسان العصفور بتكنيك عالي وخبره طهويه. الطريقه شفناها مع بعض، حمرنا وسوينا لسان البقري، وبعد كده خدنا لسان العصفور اتحمر وجبنا حله كبيره حمرنا اللسان البقري، وبعد التحمير نزلنا ببصله ونزلنا بفليفر من الروزماري، وبعدين خلطناهم مع بعض ودخلناهم الفرن. اهم حاجه اللغاليغو بتاعه اللسان البقري هي هنا ادتني الدهون وادتني الفليفر بتاع الشوربه. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معانا راس الضاني هنعملها فته النهارده، ومعانا كبده هنعملها بالصلصه، وما تنسوش النهارده هنحلي بسموزي بطيخ بالنعناع. والله بنفتحها الصبح كده طلعت حمرا زي الفل، الحمد لله. السنه اللي جايه دي باذن الله خير، والبطيخ مفيش بطيخه كسرتها الا وتطلع الحمار والشقاوه والجمال ده. هنطلع فاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع لحمة الراس. عايز اعمل شوية فتة حلوين، بس انا حبيت اجود ومعايا حمص الشام والصلصة اللي هي التخديعة بتاعة الفتة، فعايز اعمل طبق فتة كده بجد يعني يتكلم مصري. احنا المصريين اكتر حد يستخدم حلويات الضاني، اذا كانت لحمة راس او الكرشة، الحلويات يعني الحاجات دي بجد بتبقى لطيفة وحلوة، وبتبقاش حلوة غير يوم عيد الأضحى بصراحة يعني، يبقى فيه ابتهالات كده وجو حلو جدا يعني. اللحمة الراس مستوية وجاهزة زي الفل. نجيب العيش بتاعنا، حلو، مهم جدا العيش يكون متحمص وزي الفل. طبعا ما فيش مانع إن يكون فيه طبق بتنجان مخلل زي اللي معانا ده كده النهاردة. المساعدين بتوعي طبعا بوجه لهم تحية كبيرة، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، عاملين شغل حلو. بتنجان مخلل حلو بالدقة وبالطشة، ده مهم برضو. العيش هنا متحمص وزي الفل، يعني يفضل الحاجات دي تتعمل، مش تتعمل يوم العيد الصبح يعني، تبقى انت محضراها قبلها بيوم يعني. شوية حلويات كده مثلا، بسكويت عشان الأولاد لما يجوا يعيدوا على أولاد عمهم، الجو اللي احنا عارفينه ده. طيب أنا العيش متحمص هنا عند الرز المصري مسلوق وجاهز، حلو. ايه الأخبار؟ شوية رز مفلفلين حلوين، ده أساسي طبعا للفتة. ولو ما اكلتيش فتة يوم العيد مش مشكلة، بس أنا بقول لحضراتكم يعني العيد بيبقى لازم فتة، فتة، عيد الأضحى بالذات. رز المصري زي الفل، ده رز أبيض عادي خالص، والفتة لو ما اتعملتش برز مصري ما تبقاش فتة، خلي بالك. وعنوان الفتة الرز المصري بالشكل ده كده، تمام. هعمل إيه يا عم الشيف؟ بس دقيقة واحدة، هناخد مكعبين من الزبدة وحمر لحمة الراس هنا كده تحميرة حلوة كده علشان تاخد طعم لحمة الراس. اهي نشيلها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حلو، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. لا العظم سايب من اللحمة، مستوية زي الفل. التحميرة دي مهمة. ترش عليها رشة فلفل حلوة كده. اللهم صل على النبي. الجزرية دي مش عايزها. الشوربة عندي هنا اللي هشرب بيها العيش بتاع الفتة، بيطلع معايا الكرفس والكرات. بص، عايزه لحمه الراس دي تبقى حلوه، ما تبخليش عليها بكي جرنيه،
اللي هو الجزر والكرفس والبصل والثوم والحبان وورق اللورة والقرفة كل ده. اللهم صل على النبي. لا كلنا هناكل لحمة راس النهاردة مع بعض. ايه الجمال ده. معايا هنا بقى التخديعة الصلصة، شيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. التخديعة دي احنا شطار في عمايلها. طماطمية تتسبك على النار، معجون طماطم، تومة حلوة، معلقة سمنة ومعلقة زيت. شايف القوام ده كده اهو. هعمل ايه؟ اخد شوية منها كده. اللهم صل على النبي. حلو. هي لحمة الراس لوحدها كده أكلة. دي نجيبها كده نحطها قدامنا ونقعد نفصفص فيها بقى. تمام. عندي العيش، ناخد الصينية الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. يلا أساتذة المصورين حبايبي، الشوربة والمرق بتاع لحمة الراس نازل على العيش بيسقيه اهو. اسقيني يا سمراني محبة. لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. الشوربة بتاعت لحمة الراس عايز اقول لحضراتكم يعني الريحة قوية جدا، فيها حبان ورق لورا وقرنفل، ريحة الكرفس الكرات. انا ما احبش اشرب العيش كتير بتاع الفتة، بحب اخليه فيه الروح كده والرمق بتاع القرمشة. اعمل ايه بقى دلوقتي يا عم الشيف؟ اخد معلقة من الصوص ده كده، الصلصة الحلوة دي كده اهو. اوبا، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ الف انا والشيفة للي ياكل. العيد لحمة ولا فرحة يا مصطفى؟ عندنا رز. رز مين يا فندم؟ طب خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل عمل فتة لحمة الراس، الكبدة بالصلصة، ما تنسوش لسان بقري مع لسان عصفور في الفرن بيتعرفوا على بعض، والنار هي اللي بتقول الكلام. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طبعا انا بحط الرز هنا على الفته. الله، اللهم صل على النبي. اهم حاجه وانت بتوزع الرز بتاع الفته تسالي، البعض ما بيحبش الرز كتير، انا شخصيا بحب العيش اكتر من الرز عشان احس ان انا باكل فته. الله، معانا لحمه الراس متسبكه اتحمرت، حطيت عليها رشة فلفل اسود. انا بعشق الفلفل الاسود مع اللحم المتحمر. الله، لسه ما خلصتش. حاضر حاضر، نجيب لك لحمة راس يا غالي. حاضر، على الوش هنا كده. ممكن على فكرة نقدم لحمة الراس دي كمان مع شوية صوص طماطم كده حلوين اهو. ده انا معايا حمص، خلي بالك عشان ايه، لحمة الراس مع الحمص الشام بتدعمها بالبروتين النباتي. حلو. الله، الطبق بيتكلم مصر في قلب السفر. شايفين الجو ده كده. ومعانا الشويه دول كده نحطهم هنا كده. الف انا وشيفها. والله ربنا مبارك فيها، بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي. صوص الطماطم ينزل عليها كده. اللهم صل على النبي. وهنا برضو شويه تخديعه حلوه كده. طبق فته، التكلفه بتاعته راس الخروف جبناها اتغسلت واتنضفت، وفي طريقه حديثه دلوقتي مع الجزارين بيسلخوها حلو، اتقطعت حلو، خدت غلوه على النار وخلصنا من الميه بتاعتها. وبعد كده يا عم الشيف اتسلقت مع بوكي جرنيه، اتعمل لها حفله يعني في قلب الحله من الاخر. جزر وكرفس وبصل وتوم وحبان وورق لورا، ده حمص الشام. ممكن انت ما تحطش حمص بقى براحتك، بس احنا بنحط حمص عشان برضو اخواننا اللي في الدول العربيه وفي الخليج بنوجه لهم تحيه كبيره وبنقول لهم كل سنه طيبين، والشوام دايما بيحبوا الحمص مع طبق الفته. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشيفه اللي ياكل من الطبق ده. تمام. معانا دلوقتي شويه كبده حلوين كده هنعملهم بالصلصه. حلو، نسخن الطاسه كده جامد، ومعانا صلصه طماطم جاهزه،
وعايز اعمل كبده بالصلصه، بس لما اجي اعمل الكبده احط في الاعتبار هي دايما الكبده بتتقدم سبايسي. حابين تكون سبايسي ماشي، بس نسال بقى الايه الضيوف اهم حاجه، ولا يفطروا معانا الصبح الكبده. حلو ان يوم العيد دايما بيلموا الاحبه في ويشاركوا في الذبيحه وندبح ونغلف وكل واحد عايز ياخد ايه صواب. حلو الكلام. مقادير على الشاشه، مقادير الكبده فين يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين حبايبي. كبده، كبده ضاني او كندوز اللي عندك مفيش اي مشكله. معانا توم ومعانا فلفل حار، توم وفلفل حار، ومعانا شويه جرجير. يا نعم. والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. انا هعملها بالصلصه. حلو، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، واهم حاجه تسخين الطاسه جيدا حتى الاحمرار. يا نعم. لسان البقري في الفرن بيتعذب مع لسان العصفور. عايز تشوفه؟ حاضر عينيا. اهو حاضر، انا طلعته فوق ياخد وش. اللهم صل على النبي، خلينا اطلعه. اهو ده انا موسع له الدنيا هنا. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. العيد لحمه. اوبا ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لسان العصفور عايز ينتقم من لسان البقري، يعني تلاحظوا ان هو عايز يطلع فوق. اه جرنش ده حلو. الحاجات المحرمشه دي بتحب الحرمشه زي الفل كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ طب نشتغل في الكبده. اول حاجه بنجيب سكينه حاميه، والسكينه دي حاميه علشان تنزل على الكبده كده تقطعها. مكعبات فلفل حار ده انا هستخدمه، خليه معايا كده. اللهم صل على النبي. ده الفلفل. كبده بالصلصه على طريقتي. ما هي الكبده دي خلي بالكم الحاجه بتاعت الرجاله اللي بيخشوا المطبخ، يبقى يخش بقى يفرد عضلاته ويقول لك انا هعمل كبده اسكندراني النهارده تكسر الدنيا. ليه يا صديقي اسمه عبد الرحمن؟ اه يخش المطبخ ده يعمل الكبده ملهاش حل. بس هي الفكره مش ان هو بيعملها حلو ولا وحش، الفكره ان هو دخل المطبخ بيعمل حاجه، فبنحب ناكل من ايده يعني. اه حلو، صح يا عبد الرحمن؟ وناخد كده الكبده دي كده. الله الله اهي. اللهم صل على النبي. اهي قطع مكعبات. حلو بالشكل ده كده. ومعانا طاسه شديده الحراره، الكبده بتحب الطاسه السخنه، خلي بالكم. ليه بقى؟ عشان نعمل عمليه احتباس للسائل بتاعها، وفي نفس الوقت تبقى طريه من جوه. حطيتيها في طاسه بارده، ايه اللي بيحصل؟ بتنزل الجوس بتاعها، وهنا بتبقى ايه طعمها ناشف. ومهم جدا كمان ناعمين يا شباب. صح، ما انا لسه بقول عبد الرحمن. اه وعايز اقول حاجه مهمه جدا، نصيحه مني، الكبده تتغسل وهي سليمه. تلاحظوا حاجه ان الكبده كلها دم، ايوه انا مش بحبش الدم. حلو، تتحط على طول في النار، ده مهم جدا. الكبده ما تتغسلش بعد التقطيع نهائيا. مين بيقول الكلام ده؟ الشيف المغازي. اه الكبده بالشكل ده، نشيل دي من هنا. والطاسه شديده الحراره، بحط يا عم الشيف شويه ثوم، فلفل الحار، شم ريحه الكبده كده. هو ده هو ده. نحط الكبده بتاعتنا على طول. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كبده بالصلصه، تتحمر الكبده تاخد لون. طالما الكبده طازه مفيش داعي لسلقها. اه نشيل ده من هنا ونغير الدنيا دي كده عشان الجلافز، عشان هنخش دلوقتي على العصير ونروق المطبخ بتاعنا كده. احنا خلصنا، اللهم صل على النبي. الكبده بتتحمر. حلو، بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنغطيها كده. ليه بقى التغطيه دي يا عم الشيف؟ علشان ايه؟ تستوي معايا بسرعه بالشكل ده كده. يا ويلي، هو ده حبايبي. فريق العمل الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره، كل سنه وانتم طيبين. عايزين نشوف مقادير السموزه على الشاشه. سموز البطيخ بالنعناع مع السكر مع التلج، حاجه لطيفه وجميله. سموز البطيخ بالنعناع حاجه جديده. والمقادير على الشاشه علشان يساعد على الهضم. طبق الفته ده لازم صحن البطيخ جنبه. طبق الفته ده تاني بقول لازم صحن البطيخ جنبه. ولحمه الراس الحلوه الجميله دي كده. حاضر عينيا، روالك على الطبق. اهو ده الله.
والله مش عايزين تحطوا طماطم حسب الرغبه يعني، بس هو دايما صوص الطماطم مع لحمه الراس بيديها طعم، خاصه لو لحمه الراس مستويه في ايه مع بوكي جرنيه حلو كده. الف هنا وشفا. ايه الاخبار على الكبده؟ نبص على الكبده تاني مع بعض. هو ده هو ده، اللهم صل على النبي. ما قلتناش ايه بهاراتك للكبده يا شيف؟ البهارات محطوطه على الصلصه. تاني، البهارات محطوطه على الصلصه اللي بتغلى على النار، اللي بتتسبك على النار، اللي انا هطفي بيها دلوقتي الكبده. شفت الكبده تاخد لون بس حار جدا جدا، لياكم الكبده دي هيدعي لي سبايس قوي. انا كنت لما زمان لما كنت اعمل طبق كبده خلاها سبايس قوي، لان انا بحب الحار في الكبده. يوم اللي بياخد اللي بيحب السبايس هياكل، واللي مش حلو السبايس مش هياكل. كده انا وفرت. شايفين الجو ده كده؟ الله. ناخد صوص الطماطم الحلو ده كده. هو ده هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. يلا الله، هو ده تقليبه. الف هنا وشفا يا رب اللي ياكل. التقليبه دي حلوه. هو ده كبده بالصلصه يا شيف يوم العيد الصبح. حبيتها والله. اهي اهم حاجه الصلصه هنا، ما تعملش حموضه. طب عشان الطماطم دي ما تعملش حموضه نعمل ايه يا شباب؟ حد يقول؟ حد يقول؟ جيت في وقتك يا حبيبي. معلقه سكر. هو ده معلقه سكر. سكر على الكبده يا شيف. سكر على الكبده عشان تزداد حلاوه. الف انا وشيف، واسيبها تغلى على النار على ما اعمل السموزي بتاعي. اهم حاجه السموزي اللي هيتعمل دلوقتي ده يتعمل يوم العيد الصبح مع صحن بطيخ حلو، واحنا مرزقين والله السنه دي الحمد لله من رضا ربنا علينا. البطيخ طعمه زي العسل. الله الله، تسلم الايادي. تعالوا مع بعض نشغل الخلاط بتاعنا، نستاذن حضراتكم كده سريعا ونشوف ازاي هنعمل سموزي البطيخ. اول حاجه بحط التلج. حلو. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يعطش. حلو. وناخد البطيخ، خلي بالك اوعى يكون فيه حبايه بذره بطيخ، هتبوظ المود بعد السفره اللي تعبنا عليها دي. خلي بالك ليه بقى؟ يعني هنشرب السموزي نحس ان فيه خشونه كده. ايه ده، بذر بطيخ؟ لا، فشيكي قوي على البطيخ. وفي دلوقتي بطيخ يا درش من غير بذر، بس ما بحبوش انا، احب البطيخ كده اقعد يعني ايه. وفي بطيخ اصفر كمان. شفت انا بقى حابب احط البطيخ بايدي كده علشان لو لقيت لبايه سودة اصطادها. ايه اللي طلع اخضر معانا ده؟ نعناع، ورق نعناع في قلب السموزي. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف. الواحد بيمسك البطيخ بايده كده بيحس بالحنان، بيحس بالعطش والجو الحلو، وعايز بدل ما احطها في الخلاط احطها على بقي. ايه الجمال ده؟ الخلاط اتملى؟ عادي زي الفل. نعم والله انا مش، انا بصراحه هو في المقادير سكر، بس انا مش هحط سكر. عيني انا مش عايز سكر بصراحه. يعني ليه بقى يا عم الشيف؟ لان السكر هيبوظ لي طعم البطيخ بصراحه، فانا هكتفي بالايه، بالسكر اللي موجود في البطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بياخدش وقت ده البطيخ. اقدمه كده مع طبق الفته بتاعي. الف هنا وشفا. السفره هنا بسم الله ما شاء الله عليها كل حاجه، سفره عيد. لحمه الراس عملناها فته، الكبده على النار بتبكبك، ومعانا كمان لسان العصفور الجميل الحلو يتعرف على لسان البقري بطريقه جديده النهارده. دخل الفرن حاجه كده سكه البايلا، استوت لسان العصفور واستوى لسان البقري، وفي الاخر حطيناهم مع بعض في قلب الايه، الصينيه. تعالوا مع بعض نصب ده كده. الف هنا وشفا للي يشرب. يا ويلي الدنيا حر وعايزه السموزي ده. انا ما حطيتش سكر، مش حابب السكر، انا عايز استطعم البطيخ، بس لو حطيت سكر حسب الرغبه.
ألف هنا وشفا. شيل ده من هنا عشان نغرف الكبدة بتاعتنا عشان وقتنا خلص. بسم الله ما شاء الله يوم العيد النهاردة، ربنا مبارك في الوقت ومبارك في اللحمة. سمعين صوت الكبدة وهي على النار بتبكبك مع الزغللة ومع الحمص؟ آه والله العظيم انت ابن حلال يا شيف. أنا الكبدة دي بالصلصة دي عجباني قوي شكلها. إيه المشكلة؟ والمطبخ له دستور ولا قاعدة. لو خدت معلقتين حمص كده حطيتهم على الكبدة. دي مش موجودة في المقادير يا أستاذة رحاب، بس حلوة يعني، فكرة حلوة. إذا عندنا حمص مسلوق جربيها. الطبق ده نقدمه بقى. ألف أنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق ده لازم نقدمه هنا كده ويتحدث عن نفسه. اللهم صل على النبي. كبدة بالصلصة. يلا يا شباب، ايه الحلاوة دي؟ يلا انزل 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 انزل، ايه الحلاوة؟ ألف هنا وشفا للي ياكل منها. معانا جرجير. والجرجير دايما صديق للكبدة. عينيا يا فندم. ألف هنا وشفا للي ياكل منها دي. والله حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا ان احنا نعيش الفرحة بلحمة العيد ونشارك كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا في أنحاء العالم، ونقول له حضراتكم كل سنة وأنتم طيبين، وعيد أضحى علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بخير يا رب، ومصر بأمان وسلام، وأرض الوطن الجميل مصر كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة فتت لحمة الراس حاجة لطيفة وجميلة، يعني مرة كده في السنة، مرة كل شهر بنعملها مع بعض. أكلة مصرية شهية من الحاجات الشعبية اللي بنحب ناكلها برة. معانا لسان بقري عملناه مع لسان عصفور، حاجة جديدة، حقوق الطبع لدينا وبس. معانا طبق بتنجان منور السفرة يفتح الشهية. ما تنسوش الكبدة اللي بالصلصة بطريقة جديدة النهاردة، معاها الحمص الشام، زائد السموز البطيخ بتاعنا اللي ربنا أنعم علينا بيه بحلاوته طول البطيخ السنة دي. بسم الله ما شاء الله، رؤية فن إبداع. يوم عيد الأضحى المبارك، كل سنة طيبين. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.